أنا مقمع مدير عمليات بروفيشنال سيستم. احنا عايزين نعرف فكرة بروفيشنال سيستم للتاكسي دي بتهدف ايه؟ هي بروفيشنال سيستم ملخص الموضوع كله إن إحنا مجموعة من المسوقين في كوسا، كنا بنغير من نفسنا، نعمل أبديت للمهنة ديت بس مننا لنفسنا بالظبط. الفكرة كلها إن إحنا عايزين تحديث للعربيات ونعمل برضه التكنولوجي اللي هو الموجود طبعا المتحوط بينا اليومين دول من الشركات الخاصة، فإحنا قلنا نغير من نفسنا بنفسنا. النظام كله إن إحنا بنقول يا جماعة إحنا الموضوع كله في التكنولوجي اللي هو حاصل وفي العالم اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي، فإحنا بدأنا إن إحنا نغير من نفسنا وقلنا إن إحنا لازم نعمل أبلكيشن عشان طب الابليكيشن ده جربتوه؟ يعني اشتغل معاكوا كويس؟ طبعا جربناه مرة واثنين وثلاثة، طبعا جربناه لحد ما وصلنا لحد آخر حاجة اللي هي تبقى فعلا تقدر الناس تستخدمها، وبدأنا إن إحنا ننزل بيه إن شاء الله. طب في مواطنين استخدموا الابليكيشن؟ هو دلوقتي إحنا لسه في مجموعة اللي هو جمع العربيات اللي هي في كوسا، إن شاء الله الانطلاقة بتاعتنا في يوم 15 هيبتدي إن شاء الله العميل يقدر يحمل الابليكيشن بتاعه. كم واحد يستخدموا الابلكيشن لغايه دلوقتي من سواقين التاكسيات؟ يعني احنا دلوقتي معانا القوه بتاعتنا، قوه التسجيل بتاعتنا فوق ال 1200 سواق لحد دلوقتي الحمد لله. 1200. شكرا.